مكتب هندسي متخصص في الالومنيوم، الكيرتون وولز، الديفرنت ايتمز، ستون، جي ار سي، اني فاساد كلوزنج سيرفيسز. ده السكوب بتاعنا النهارده. بنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو الكواليتي في الشغل. الكواليتي عليها جزء كبير جدا انطلاقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالكواليتي، الجودة، هي مسؤولية كل الناس اللي شغالين في المشروع، سواء من أول مدير المشروع إلى أصغر عامل موجود في المشروع، لأنه دي في النهاية بتترجم لفلوس المالك. فنحن مستأمنين على المبالغ دي وعلى الفلوس ديت، فلازم ان احنا نوجهها في الاستخدام الصحيح ونوجهها في المكان الصحيح، وما بنبقاش متورطين في تهدير مواد. ففي سؤال بيطرح نفسه: ما هي الجودة؟ قبل السؤال بس معلش، النهارده بنتكلم محور المحاضرة بتاعتنا ايه هي الجودة، وليه احنا بنستخدم الجودة، والتكاليف الجودة السيئة، وفي كواليتي مانجمنت سيستم، انظمه اداره الجوده اللي موجوده، وفي مقارنه ما بين الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول، وبعدين في النهايه الفاليو اللي اضافتها تكنولوجيا البيم للجوده في مراحل المشروع المختلفه. فعندنا السؤال الاولاني: ايه هو الجوده؟ يمكن تعريف الجوده تعريف اتفاض، في ناس كتير بتتلخبط في التعريف. أنا واحد من الناس كنت بظن في وقت من الأوقات بأن الجودة هي أنه أعمل أحسن حاجة ممكنة للعميل، لكن ده كان بيؤدي إلى سكوب كريب، إلى كوست أوفران، إلى سكادجول سليبج، لأنه الأمور ما كانتش تبقى واضحة بالظبط إيه اللي إحنا بنتعمله. ففي مجموعة تعريفات للجودة. أول تعريف في الجودة بيقول إن هي fitness for purpose. أنا بشتري بعمل بيت علشان أسكن فيه، فلازم البيت يكون ملائم إن أنا أسكن فيه. ما ينفعش أروح أعمل بيت من غير سقف مش عارف أسكن فيه، فده في failure في الجودة. أحد التعريفات الثانية إن هو to do it right at the first time، وده دايما أهم حاجة، إن إحنا نحاول دايما نعمل الأيتم اللي هنعمله أو البرودكت اللي هنعمله نعمله صح من أول مرة، كي نتجنب إعادة الأعمال، كي نتجنب إنه نقعد نعمل الحاجة مرة واثنين وثلاثة وأربعة. الموضوع الـ rework هو مش بس بيأثر على الـ كـcost أو بيترجم كـcost. الناس اللي شغالة لما بتعمل الحاجة مرة واثنين وثلاثة ويجيله عليها revision و NCR ومشاكل في الموقع، هو بيوصل لمرحلة نفسياً ما عادش عايز يشتغل في الـ item ده أو في الجزئية دي. التعريف الثالث انه to do it right at the right time، انه تعمل الحاجة الصح في الوقت الصح. ممكن الحاجة الصح تتعمل بس بدري جدا في المشروع، او تتعمل متأخر جدا في المشروع فما تأثرش او ما تديش الامباكت المطلوب على صاحب القرار او الشخص اللي هياخد القرار ما يقدرش يستفيد بيها. في جزء مهم جدا في الكواليتي واحنا شغالين فيه، لازم اعرف بالظبط العميل محتاج ايه. يعني العميل محتاج مني موديل 300، انا رحت واشتغلت وعملت ووصلت بحط 400 وعمال احط السكروز والرابر والجاسكت وكل الاليمنتس الصغيره اللي هي بتبقى في ال 400، في حين ان الراجل هو عايز 300 وبيدفع فلوس لل 300، واحنا بنخسر وقت وبنخسر مجهود وبنخسر فلوس. احد التعريفات كمان انه خاليه من العيوب، انه تعريف الجوده ان المنتج اللي انا بنزله للناس يكون خالي من العيوب. احد التعريفات انه يكون مطابق للمواصفات، مواصفات المشروع، في مواصفات اللي حاطينها الاستشاري او المالك حاطط مواصفات المشروع. المنتج النهائي اللي هيتركب في الموقع او في اللي انت هتشتريه لازم يكون مطابق للمواصفات دي. واخر تعريف انه الكواليتي ايكوالز فاليو فور ماني. ويمكن التعريف ده شويه صعب يتحقق، لانه في جزء للفاليو انجينيرنج هو معمول مخصوص علشان الناس يقعدوا يشوفوا هل احنا بندفع مقابل للايتم ده، الفاليو اللي بندفعها في الايتم ده او في الجزء ده هي تستحق او لا تستحق. بنيجي هنا لتعريف الكواليتي في الايزو عند جماعه الايزو، فبيقولوا ان الكواليتي ذا ديجري
to which the commodity meet the requirement of the customer of, at the start of his life. And الجودة هي الدرجة اللي المنتج بتاعنا بيطابق المواصفات اللي طلبها العميل. في تعريف تاني إنه الجودة quality is delivered when you achieve the minimum requirement of a specified performance standard. إن الجودة تتحقق عندما تقدر توصل للمينيمم ستاندرد المواصفات المطلوبة، أقل حد في المواصفات المطلوبة. في تعريف تالت بيقول إن الكواليتي is a specified performance range. Get into range, you have reached the quality. إن إحنا بنحط range للايتم. ده مثلا زي واحد بيركب عمود خرسانة فعنده بيصب عمود خرسانة فعنده في ديفيشن مسموح بيه في الكود في زاوية الميول لعمود الخرسانة. فوانس ان انت اصبحت within limit يعني انت ما تعددش الخط بتاعه فانت اذن عندك جودة في الايتم بتاعك في العمود بتاعك. اخر تعريف ده من الشارد كواليتي انستيتيوت بيقول انه الكواليتي is an outcome characteristic of a product or service provided to a customer and the hallmark for an organization which has satisfied all of its stakeholders. انه الجودة هي المنتج النهائي اللي هيطلع سواء كان product or service وهتتسلم للعميل، وانه الهدف الاساسي انه المنظومة ككل تعمل على توصيل المنتج بشكل يرضي العملاء او العميل بتاعها. طيب زي ما اتكلمنا من شوية ان في لخبطة شوية بتحصل ما بين الكواليتي والجريد. انه بروح اشتري سيارة مثلا فبقول والله المرسيدس دي احسن نوع سيارة موجود، بس انا الفلوس اللي معايا على قد التويوتا ياريس فانا ما اقدرش اشتري المرسيدس، فببقى حزين واقول انه اوكي انا اشتريت سيارة جودتها سيئة. في حين ده تعريف خاطئ تماما. سواء كانت تويوتا ياريس او تويوتا كرولا او مرسيدس كل واحده منهم ليها مواصفات. انا رايح اشتري الياريس لانه رايح اشتري المرسيدس علشان فيها فتحه سقف، فيها ايرباج، فيها 1 2 3 مواصفات النهائيه بتاعتها. في حين ان الياريس ما فيهاش فتحه سقف فده مش عيب في الياريس، لكن هو المصمم لما صمم الياريس علشان تبقى within your budget فما حطش فيها فتحه سقف. ده اللي بيعمل شوية لخبطة في أخطر نقطة في الموضوع ده بتكون في selection of material لما بنيجي نوصف material في المشروع. فبتبدأ تقول أوكي إحنا عندنا في الستون في أكتر من 500 نوع حجر على مستوى العالم، فيبدأوا يوصفوا النوع اللي موجود في جبل معين في إيطاليا لأنه اللون الأبيض بتاعه لماع بدرجة 60%. هو ده اللي حط في المواصفة انه اللون الابيض يكون الجلوسي بتاعته 60%. فجه المقاول وبعدين قال ايه ده، لا 60% دي مش كويسة، انا لما اشتغلت المشروع اللي فات كانت الجلوسي كانت 90% وكانت عاملة شغل كويس جدا، وبناء عليه عملوا الماتيريال اوردر بتاعهم على 90% وراحوا اشتروا البضاعة وجات البضاعة. طبعا الراجل مش هيقول لهم ان دي اكتر من اللي انا محتاجه، لكن هم فوجئوا بعد ما جابوا 90% ان فيها بعض الشيوخ الكراكس او اللي هي العروق اللي بتبقى في الستون فريجكتد. فتخيل هو دفع فلوس الجلوسي 90% وريجكتد لانه ما هياش مطابقه للمواصفات 60% او 60% ما فيهاش عروق 90% فيها عروق والكلاينت مش عايز العروق عايز ابو 60%. فالنقطه دي بتبقى مهمه جدا وبالذات في موضوع الماتيريال سيلكشن، في موضوع ال method of installation. بعض الناس بتصعب على نفسها الطرق التركيب ظنا منه انه ده الافضل. دايما بنحاول ان نشوف do it in the easiest way، اسهل طريقة to do the job since it's gonna be approved، سواء ان انت واثق ان الحاجة بتاعتك within the limits and specification ان هتاخد ابروفل، فخلاص مش لازم نعقد الامور او نروح نشتري بضاعه اكتر من المطلوب. وهي اوكي الجريد بتاعتها عليه. القاعده بتقول low grade is not an issue but low quality is always problem. منتج
زي ما قلنا سيارة مرسيدس بس فيها مشكلة، دي مشكلة فعلا، لكن سيارة ياريس مطابقة للمواصفات ما هيش مشكلة أبدا. طيب ليه الناس بتهتم بالكواليتي وبيقعدوا يعملوا كواليتي مانجمنت سيستم، وتلاقي الموقع فيه كيو اي كيو سي، ويقعدوا يجروا الناس ويعملوا ان سي ارات، ويعني الموضوع بيبقى تو ماتش صراحه يعني، ويقعدوا يدوروا على حد عشان يدفع حق الان سي ارات. ف لانه لما نيجي نشوف الكوست اوف بور كواليتي، تكلفه الجوده السيئه، عندنا في حاجتين بتنقسم ليهم ان انا البور كواليتي. في حاجه انت بتعملها ما قبل وقوع الحدث، وفي حاجه بتعملها بعد وقوع الحدث. بيقول يعني زمان قالوا بان الوقايه خير من العلاج، فانا بدفع فلوس للوقايه اللي هي الجزء الاول اللي هو how to conform with the quality، والجزء الثاني اللي هو الان سي اي انت بتدفع علاج وبتدفع فلوس بعد ما وقعت في الحفره بتاعت النون كونفورمنس. الكونفورمنس انت بتدفع للتريننج، بتدرب الناس اللي عندك على استخدام برامج معينه، بتدربهم على اتباع طريقه الشغل بتاعتك، بتدربهم على كواليتي سيستم، بتدربهم ازاي يشيكوا على الشغل بتاعهم، بتدربهم انه ازاي يعملوا الحاجه دي صح وما يعملوهاش غلط. وبعدين في جزء تاني اللي هو التستنج، بينزل الكيو سي، بينزل الموقع بيشوف هل الحاجه دي معموله صح مش معموله صح، بيعملوا اختبارات في المصنع قبل ما يبعتوا الماتيريال للتركيب. احيانا قد تكون ديستراكتيف تيستينج زي البور تيست الخرسانه. كل التيستينج دي انت بتدفع فيها فلوس كشركه تو ميك شور انه المنتج النهائي اللي هيطلع للعميل ما يكونش فيه مشاكل، او ان انت تكون لحقت المشاكل قبل ما توصل للعميل. اوكي اكتشفنا ان في مشاكل وان احنا مضطرين ان احنا نصلح المشاكل دي، دخلنا في كوست اوف نون كونفورمانس، وعندنا في ريورك، في حاجات هتتكسر، في حاجات هتتشال وتتعمل تاني. يمكن اشهر كيس في الموضوع ده كان في تاور بيتبنى في ماليزيا ووصلوا للدور 27. طبعا كان رابيد بروجكت والناس مستعجلين وما بيستناش 27 يوم، يعني بيصب السقف وما بيستناش 27 يوم علشان يصب السقف اللي بعد منه على ما يكون اخذ الاختبار للسقف اللي هو فيه. فصب الثاني الثالث الرابع، وصل لحد الدور ال 35 على ما اتذكر، وبعدين فوجئوا انه نتيجه الدور ال 17 ظهرت الخرسانه فيها فيلير، فوقفوا الشغل في الموقع. بعدها بيومين ثلاثة نتيجة الدور 18 طلعت في فيلير في الخرسانة. طيب فيلير في الخرسانة ده مشكلة كبيرة، يعني ده structural major issue and you cannot come over it، and في النهاية اضطروا ان هم يهدوا 17 18 دور اللي اتعملوا ويرجعوا يبنوهم من تاني. ودي واقعة حقيقية حصلت، ودي طبعا بتبقى تكلفة كبيرة جدا لانه هو تكلف وقت من زمن المشروع، الكلاينت مش هيديله عليه extension of time لان دي غلطة internal، العميل ملوش دعوة بالموضوع ده. تكلف تكلفة خرسانة تثبت، وبعدين في rework هيتعمل، في تكسير هيتعمل، وفي ناس هتدفع فلوس تاني عشان تصب الخرسانة من تاني. وان front of client هو فقد الثقة في الناس دول، اوكي انا جاي بشركة عالمية عشان تبني التاور بتاعي، وبعدين في النهاية هيهدوا 18 دور واحنا لسه بنقول بسم الله بنعمل خرسانات، امال هيكملوا الام اي بي والفينشنج ازاي؟ فبننتقل بقى للجزء الرابع من النون كونفورمانس اللي هو الاكسترنال فيلير ان فرونت اوف ذا كلاينت اور ذا كاستمر. الجبل الجليدي، مش عارف الجبل الجليدي ده بيوضح الكوست اوف بور كواليتي. جبال الجليد بيبقى لها جزء ظاهر من فوق في القمه، وفي في القاع تحت ماء البحر بيبقى في جزء غير ظاهر للناس. المشكله الجزء الظاهر اوكي هو ظاهر للناس، وانت شفت ان احنا هدينا 17 دور ورجعنا عملناهم من تاني وتاخرنا في المشروع وخدنا غرامه. في جزء تاني مش ظاهر، الفلوس اللي كانت اندفعت في المشروع كانت ستستثمر في مكان اخر وكانت ستدر ربح على المؤسسه، فبناء عليه في ربح خسرناه. في كنا هنخلص المشروع في شهر 7 وبعدين هنبدا في مشروع جديد ونوقع الداون بيمنت بتاعته، فاحنا شهر 7 مش هنلحق نخلص عشان محتاجين 3 شهور للريورك،
فالمشروع الجديد ده راح من الشركة تماما. الكلاينت قال لا انا مش هشتغل معاكم وانا هشتغل مع ناس تانيين. الموضوع نزل في الجرايد وجت عقوبة من الحكومة علشان النون كونفورمانس. الناس في الجرايد شركة فلان دي شركة بيعملوا خرسانة مش كويسة، فبقت سمعتهم وحشة. يعني احنا النهاردة بقينا بنتكلم عندهم وبنسوق في سمعة الناس، ف الحاجات دي كلها بتعمل مشاكل لازم الواحد ياخد باله منها كويس جدا. طيب الكواليتي، على ما تطبق الكواليتي؟ يعني هل هي تطبق على عمود الخرسانة وعلى شوية الحجر وعلى الإزاز، ولا بس تطبق على حاجات تانية؟ لا، تطبق على كل حاجة. الديسيجن اللي بياخده البروجكت مانجر انه هركب الجزء ده قبل الجزء ده، هو فيه بارت من الكواليتي. الكواليتي ابلاي تو everything in the project، بداية من المنتجات اللي هتتسلم للعميل، المنتجات اللي في التصنيع، الناس اللي بتركب تحت، السيرفيسز اللي بتتقدم، يعني اللي بيعمل شوب دروينج واللي بيعمل ستراكشرال كالكوليشن واللي بيعمل ماتيريال سبميتال، كل دول كفرد اندر دي كواليتي. الكواليتي كمان تهتم بالفلو بروسيس للشغل. يعني عندنا في بروسيس معين للشغل، انه خرسانه بتتصب، الخرسانه بتعمل شاترنج بتاعتها، الشده الخشبيه بتتعمل، بعدين بيجي النجار بيحط سوري الحداد بيحط الحديد بتاعه، وبعدين الاستشاري يجي ويستلم الحديد، وبعدين يتم صب الخرسانه. كل البروسيس دي الكواليتي بتدخل فيها، تتاكد ان البروسيس دي مظبوطه وستؤدي الى نتيجه، لانه في بعض الاحيان بيكون في اكسترا بروسيسز ملهاش نتيجه. يعني بعض التشيكس او بعض الخطوات اللي بتتاخد في الموقع او اثناء التنفيذ لا تؤدي الى نتيجه، وبيكون استهلاكها هو مجرد استهلاك للوقت والفلوس. طيب نيجي نرجع بالزمن ل 90 سنه فاتوا، ازاي الكواليتي اتطورت على مدار الزمان؟ الكواليتي اول ما بدات في الثلاثينيات من القرن الماضي بدات ب انسبكشن، بس كان في مهندس خبير بينزل يشوف عمود الخرسانه ويشوف ال الستون وبيشوف الازاز وبيشوف، بينزل ياخد جوله وبينزل بناء عليه بيقرر هل الحاجه دي مطابقه للمواصفات او غير مطابقه للمواصفات. شويه شويه بداوا يعملوا انسبكشن تيست ريبورت، زي ورقه مكتوب فيها الحاجات اللي المهندس بيبص عليها، وبيبدا يعمل مقارنه ما بين what is desired and what is achieved. بعدين الموضوع اتطور شويه وبقى في الاس بي سي، بعدين الدي او اي في الستينات السبعينات. الدي او اي هي ديزاين اوف اكسبيرمنت، ودي هي ابروتش بتقارن ما بين ايه العوامل التي تؤثر على بروسيس معين او على كواليتي تشيك معين، والاوتبوت بتاع البروسيس ده. انا النهارده بنزل بعمل حاجه معينه في الموقع، في عندي ديفيشن في الويند، في عندي ديفيشن في الدايمنشنز، في عندي ديفيشن في الفوليوم بتاع الايتم اللي انا بركبه، فبشوف الديفيشن ده ايه سببه وما تاثيره على المنتج بشكل ككل. بعدين في التسعينات ظهر الكواليتي مانجمنت سيستم، بعدين في الالفينات ظهر السكس سيجما. طبعا السكس، وحاليا اللين دخلت في الخط وبقت هي اكتر حاجه مشهوره بالنسبه للكونستراكشن. السكس سيجما اكتر في الصناعه وفي المصانع. بنتكلم عن الكواليتي مانجمنت سيستم. ايه هو الكواليتي مانجمنت سيستم؟ النهارده الشركه خلاص قررت ان احنا لازم نحط كواليتي سيستم عندنا، ولازم ان الناس كلها تلتزم بيه، ونقدر انه نشوف هل احنا ملتزمين او مش ملتزمين. فجه مهندس وقال والله في جماعه الايزو بيعملوا عندهم كواليتي مانجمنت سيستم وبيدوا سيرتيفيكيشنز، والسيرتيفيكيشنز دي لما نحطها في البورتفوليو بتاع الشركه يعني طبعا ستؤدي الى ان الناس تشوف ما شاء الله الناس دول معتمدين وعندهم كواليتي سيستم. وراحوا الجماعه جابوا جماعه الايزو وظبطوا الورق بتاعهم، وبعد ما مشوا قاموا حاطين ورق في الدور، فما حصلش استفاده حقيقيه. فالهدف من الكواليتي مانجمنت سيستم
ان هي البوليسز بروسيسز البروسيجرز required for planning and execution in order to achieve customer requirement. بدون تحقيق الهدف ده او بتحقيق انه الشركه قادره على الايفاء بمتطلبات العملاء, الكواليتي مانجمنت سيستم ملوش نتيجه, يعني ما بتكونوش لازمه. مجرد انه اوكي نعمل شهادات نحط في الكتالوج بتاع الشركه, ودي موجوده كتير يعني هنا في السعوديه الموضوع ده منتشر جدا. تدخل اي مكان تلاقي الايزو كذا شهاده ومش عارف شهادات من فين والنيبوش والاوشا وكل الشهادات اللي انت تتخيلها, وبعدين مفيش تطبيق على ارض الواقع. ايه هي البينيفيتس اوف كواليتي مانجمنت سيستم؟ انه زي ما اتكلمنا بيعمل ديفايننج امبروفمنت وكنترولنج للبروسيس المختلفه, كل البروسيسز اللي بتستهلكها الشركه لانتاج هذا المنتج. بيعمل كمان ريديوسنج للويست عن طريق انه عندك سيستم للشركه كلها بتقدر تشوف فين الجابز اللي موجوده في الشركه, فين الويك بوينتس اللي موجوده عندك, فتقدر انه تقلل الويست, تقلل الكوست بتاعتك بكل تاكيد, تقدر ان انت تمنع الاخطاء. الهدف الاساسي مش انه انا اقلل الاخطاء في الموقع, او انه انا يعني كان بيجيني 100 ان سي ار بقوا 50 ان سي ار, لا احنا عايزين نمنع الخطا قبل ما يحصل. يعني الهدف بتاع اي كواليتي سيستم انه طبعا هو ريتش زيرو, ده رقم صعب شويه, بس انه على الاقل يكون عندك رؤيه وهدف انه تمنع الاخطاء, مش نعالج الاخطاء في الموقع وبعدين اوكي كان عندنا السنه اللي فاتت 100 ثاني بقوا 50, لكن في الحقيقه كان ممكن يبقوا 10 لو هو اشتغل على نفسه شويه. الكواليتي مانجمنت سيستم كمان بيحط فلسفي واضحه للشركه, للتريننج, لل انه تشوف ايه التريننج اللي الستاف محتاجه. الكواليتي مانجمنت سيستم بيدخل كل الستاف معاك, يعني مش بس كيو اي كيو سي هم الرول بتاعهم, لا مدير المشروع, المهندسين اللي في الديزاين, المهندسين اللي في التنفيذ. وفي النهايه وانس انه انت عملت انسبكشن ريكوست وخدت ابروفال, فانت تقدر انه اوكي اور كلاينت احنا وي ديد ذا جوب اند يو هاف اكسبتد. فدي نقطة مهمة جدا. بعض الـ International Quality Management Systems اللي هي الناس بتحط جزء منها على الحيطة وفي ناس بتطبقها بشكل عملي وبتستفيد منها جدا, في مجال المقاولات وفي الـ General Use هو الـ ISO 9001 في 2015 ونزل منه 2018. في مجال الطيران في الـ AS 9100. في الـ Medical Services ISO 13485. في الاوتوميشن, في الاوتوماتيف برودكشن والسيارات هو الايزو تي اس 16949. طيب الكواليتي مانجمنت سيستم بيركز على مجموعه من الحاجات لازم تكون واضحه بالنسبه لنا علشان نقدر انه نطبق بشكل صحيح. انه الكاستمر فوكس, احنا في النهايه we have a customer, he is paying money, we have to deliver him what he needs. هو ده الهدف من المانجمنت سيستم للكواليتي بشكل عام, انه انا ارجع العميل اشوف ايه اللي هو عايزه او انه ايدنتيفاي وات هي نيدز اند تو ديليفر ات ان ذا رايت واي. كمان الكواليتي مانجمنت سيستم بيشجع الناس كلها على ان هي تهتم بالكواليتي, وان هو بروسيس ابروتش مش بس برودكت ابروتش. بيعمل كونتينوس امبروفمنت زي ما قلنا, هو بيساعد الاونرز واصحاب الشركه على اتخاذ القرارات. يعني مثلا انا هشرح مثال بسيط, كان في احد الشركات بيستخدموا سيستم في تقطيع الفساد, تقطيع الماليونز اللي في الفساد. فكان السيستم هو بيعمل حاجه اسمها اوبتمايزيشن فبيعملها يدوي, فا اوكي هو عامل حسابه انه في السنه عنده 5% هدر في المواد. فبعدين تم اقتراح برنامج معين وطريقه عمل معينه قدروا ان هم يقللوا الويست ل 2% في السنه. فعملوا التست وجربوه على مشروع معين, طبعا الراجل فوجئ بالنتائج بانه النتائج في النهايه 3% دي دخلت جيبه هو من المربح. فاتخذ قرار انه اوكي خلاص هنطبق على بقيه المشاريع اللي في الشركه وهنطبق على الشركه كلها وكل الاقسام بتاعتها. ف
الخلاصه اللي بتطلع من الكواليتي الان سي ار ات والكواليتي كيو سي ستاف اللي بيقعدوا يتخانقوا مع الناس طول النهار، بتطلع له قرار معين انه اذا عملنا كذا فبيوفر عندنا كذا، او استمرارنا في الطريقه الفلانيه مع مجموعه الاشخاص الفلانيين. يعني مثلا في مشروع وفي مجموعه اشخاص دايما عندهم مشاكل وعندهم فيلير وعندهم ريورك وعندهم كوست امباكت اوفر ران، فاوكي الاونر هيقول خلاص الناس دول احنا مش عايزينهم نشوف. فدي كلها قرارات بتتاخد من الكواليتي ريبورتس. اشهر ثلاثه كواليتي فريم ورك هو اللين سيكس سيجما والتوتال كواليتي مانجمنت، هنمر عليهم سريعا. طبعا اللين مهندس عمرو شرحها من يومين باستفاضه. سيكس سيجما هي اكتر للمصانع وللبرودكشن، بس انه اتس اوكي كان بي يوز. بتتفق على انه ديفاين، انت بتحدد ايه اللي انت محتاجه، بعدين بتعمل ميجر، تنزل تقيس وبتاخد قياساتك، تعمل انالايز للقياسات دي وبتعمل امبروفمنت. انت مش بس بتقول لهم روحوا صلحوا عمود الخرسانه بتاعكم من اللي مايل، لا انت بتعمل امبروفمنت عشان ازاي تمنع عمود الخرسانه ده انه ما يميلش مره ثانيه، وبترجع تعمل كنترول تتاكد ان الناس اتبعت الريكومنديشن اللي طلعت الاوتبوت اللي طلع وان هم فعلا بيستخدموا الموضوع ده. التوتال كواليتي مانجمنت طبعا اتكلمنا عنها من شويه. اهم مبدا في التوتال كواليتي مانجمنت هو البلان دو تشيك اكت، هو الكونتينوس امبروفمنت، فهنمر عليها بعجاله لان دي نقدر نستخدمها كلنا بشكل يومي في حياتنا مش بس على مستوى المشاريع. انه بنعمل بلان للطريقه اللي احنا شغالين بيها، بنعمل بلان للحاجه اللي شغالين بيها. في مجموعه اسئله بتسالها لنفسك: how you will do it, what will be done, who is involved, what are the requirements. تبدا تحط الاسئله ديت وتبدا تشوف انت ايه اللي انت عايز تعمله، انت رايح فين، الطريق بتاعك رايح فين. بعدين بتبدا تشتغل according للخطه اللي انت حطيتها، وتبدا تشوف هل انا المنتجات بتاعتي بتطلع مظبوطه زي ما انا مخطط ولا في مشكله، فمحتاج انه انا اشوف المشكله دي فين وابدا اعالجها. وبتعمل اكت، بتشوف اذا في ريكومنديشن او انه في مشكله عالجتها فتبدا تصلحها. واهم حاجه انه ريكورد، always we have to keep a record. Document الحل اللي انت وصلت له، شير ود زمايلك في الشغل، بعت لهم الحلول دي كلها تقدر انت تستفيد منها وهم يستفيدوا منها في المستقبل. في نقطتين دايما نسمع عنهم في المصانع في المواقع الانشاءات: QA QC. انا زمان كنت فكرهم شخص واحد او مفكرهم ان هو واحد بيعمل نفس المنتج، لكن بعد تعمق انه كل واحد ليهم له شغل. الكواليتي اشورنس هو راجل بيهتم بالسيرفيسز، او هي بروسيس بتهتم بالسيرفيسز بالبروسيسز سوري، انه الخطوات علشان ننتج هذا المنتج يجب ان تتبع، ومش بس يجب ان تتبع، يجب ان تتبع ونشوف هل الخطوات دي هي افكتيف ولا هي مجرد خطوات بتضيع وقت الشركه وفلوس الشركه، وانه احنا ممكن نتعدي خطوات معينه ونعمل لها اليمينيت ونضيف خطوات جديده. الكواليتي كنترول هو راجل اللي بينزل يقيس ويشوف بنفسه عمود الخرسانه هل هو سليم ام مايل. طيب وصلنا لمحور المحاضره، انه ما فائده ايه علاقه البيم بالكواليتي. شرحنا الكواليتي، البيم بيفيد الكواليتي بتاعت المشروع بشكل كبير جدا. هنبدا نمر عليهم فيس فيس. عندنا المشاريع بشكل عام بتمر بالديزاين، بعدين كونستراكشن، بعدين هاند اوفر، الاوبريشن والديمولش. في مرحله الديزاين بيكون في بالذات في بدايات المشروع بيكون في مشكله كبيره ما بين الانشائي والمعماري، وكل واحد شغال في اتجاه ويقعدوا يعملوا مانوال كوردينيشن. فلما تكون الداتا في موديل واحد دي بتوفر على الناس وقت كتير جدا. طيب واحد هيسالني ايه الفايد، ايه علاقه ده بالكواليتي؟ انا النهارده عملت لوح، الانشائي العمود في مكان والمعماري العمود مترحل عنه مثلا 10 سم، والمعماري راح بدا الانشائي طبعا بنى العمود بتاعه وخلص، وبعدين جه المعماري
بيعمل الايتمز بتاعته اللي موجوده، فلقى العمود مترحل، قال لا احنا حاجه من اتنين، يا اما ان احنا نكسر العمود ونرحله المكان بتاعه، او نعمل ريديزاين للمنطقه ديت، بس احنا اشترينا البضاعه اللي كانت موجوده في المكان ده. طيب احنا كده بنرجع ندفع كوست اضافيه، وبنرجع ندفع وقت في المشروع، مشروع هيتعطل المنطقه دي لما يتعمل ريديزاين وفي ماتيريال جديده هتتشال. ف مجرد قرار بسيط او اختلاف في لوحه 10 15 سنتي ادى في النهايه ل 20 30 الف ريال بالظبط، ده اللي بيحصل. كمان في الديزاين فيز بتهتم كمان ان ما يكونش فيه نو سكوب جابس، دي نقطه مهمه جدا بالذات في شغل الفساد، بيكون في هنا ستون وهنا جنب منه في جلاس، وبعدين في اي سي بي، وبعدين في منطقه فيها فلاشنج، وبعدين في جي ار سي، وفي مناطق ما بينهم ترانزيشن، في مناطق كتير بتتنسى، بتيجي تخلص الابروفلز بتاعتك وبعدين تيجي تبص احنا المنطقه دي اتنست واحنا شغالين، اوكي طيب هنعمل ايه في المنطقه دي، فتبدا تاخد قرارات وانت في حيز ضيق، ما انتش قادر تاخد راحتك في القرار لانه انت ما فيش قدامك فرصه للتفكير، انت اصبحت محصور ما بين زاويتين، فبتكون قرارات سيئه نوعا ما. كمان في الديزاين فيز بتقدر انه بيكون عندك موديل واحد في كل الانفورميشن، فجماعه الماتيريال سبميتال كمان اللي بيعملوا الماتيريال بروكيرمنت والماتيريال ابروفلز يقدروا يعتمدوا على معلومات دقيقه وما فيهاش كونفليكت. في سؤال حابين نطرحه للنقاش، ده تشارت من احد المشاريع، دي الستاتوس بتاعت الشوب دروينج، ودي المفروض ان هي ديتيلد ديزاين. فمن ال out of 100% من المشروع عندهم في 47% كود A من اول مرة، في 18% من تاني مرة، في 35% من تالت مرة. فبس نستأذن المهندس عمر يفتح لنا السبيكر اذا في حد حابب يشارك، انه ماذا يعني الشارت دي بالنسبة لنا؟ مش عارف انا الشات ظاهر ولا لو حد عايز يتكلم ممكن نعمل راس هاند وانا افتح الشات اهوت. الشات مفتوح. يعني الشارت دي لما انا كمدير مشروع او كصاحب قرار او ديزاين مانجر او مهندس في المشروع يشوف الشارت دي. اتفضل يا باشمهندس، فايه اللي هيجي في باله وايه القرار، ايه اللي هي القرارات اللي هيقدر ياخدها؟ الو، السلام عليكم. والله يعني انا رايي ان طبعا الشغل اللي بتعمل من اول مره وبيتقبل من اول مره ده توفير وقت ومجهود واستعداد للواحد يعمل اعمال جديده ويخلصها. لكن انا لو انا بقيم الاعمال والاقي ان في بعض الاعمال اتقدمت مره تانية، فطبعا دوت استهلاك وقت لنفس الاعمال، ضياع وقت وكوست زياده، وبالتالي انا شايف ان الشخص اللي بيقوم بالاعمال دي عنده مشكله في ان هو يؤدي الاعمال ديت من اول مره بالشكل الصحيح، وبالتالي لازم اعرف واقعد معاه اعرف ايه اسباب ان هو ما بيأديهاش من اول مره، لاني انا ضيع لي وقتي، كلف لي خامات زياده، تكلفه زياده. طبعا الأسوأ منه ان يبقى الحاجه بتتكرر لثلاث مرات. مفروض انا يعني لو انا مدير مشروع او كونستراكشن مانجر، مفروض ما اوصلش لثالث مرحله اللي هو الاعمال تتقدم لتالت مره، لان انا جاست ان هي وصلت لتاني مره فهو في ضياع وقت وفي مشكله مع الشخص اللي بيأدي الاعمال ديت. فانا مفروض من اول من يعني عرفت ان في اعمال بتقدم تاني مره، مفروض اخد اكشن
ان شخص تاني يقوم بالكواليفايد يقوم بالاعمال ديت واحسن في يعني في اداء الشخص اللي هو عنده مشكله وادي له مهام اعمال تانية او اخليه يشتغل مع شخص كواليفايد يكتسب منه خبره عشان يوفر لي وقت فيما بعد ويؤدي لي الاعمال من اول مره تتقبل، يبقى انا كده ماشي في الطريق السليم، بوفر وقت بوفر كوست وبيبقى ليا سمعه كويسه ان قدام الاستشاري ان الاعمال بتأدي من اول مره، يعني الناس كواليفايد بتشتغل صح، مش محتاج ان هو يعمل تعديلات، مش محتاج ان هو يعمل ملاحظات، وبالتالي حاجات كتيره اتوفرت. ده رايي يعني. بالظبط، وهي دي الفايده من انه الناس راحت عملت كواليتي تشيك وبداوا يحللوا ليه احنا الشارت ده وصلنا له، فلقوا انه في كونفليكت مع الاستراكشر نتيجه عدم الوجود كوردينيشن بشكل معين، فبداوا يدرسوا اوكي الجاب اللي موجوده دي خلاص، يبقى اللوح بتطلع من عند الانشائي بتتراجع مره تانية من عند المعماري، بتتراجع مره تانية من الانشائي، بتتراجع اللوح مع بعض مره تانية. لما بيوصل زي ما حضرتك قلت للثيرد ريفيجن، دي مشكله كبيره انه كده قدام الاستشاري احنا ناس بتحذر ومبنقديش الاعمال بالطريقه الصحيحه، لانه خلاص المفروض الراجل حط كومنتات في اول مره، غير مقبول تماما انه نفس الكومنتات تظهر تاني. ده معناه ان احنا زي ما حضرتك قلت الشخص اللي بيقوم بهذه الاعمال هو ما بيدرسش المطلوب منه او ما بيؤديش الشغل بشكل كويس، ودي بتساعد مدير المشروع او ديزاين مانجر في انه يتخذ قرار، هل احنا ندي الباكج لحد تاني او ندخل معاه حد يساعده او نمشيه خالص من عندنا، او لا الاستشاري بيستهبل علينا وكل مره يطلع كومنتات ملهاش لازمه. يعني برضو احيانا الامور بيبقى فيها محتاجه تعمل اناليسز عشان نعرف بالظبط بيوصل لحد فين. تمام، كان في حد تاني؟ شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس. كان في حد تاني حابب يجاوب او يشارك معانا؟ طيب نكمل. بعدين انه المشكلة اللي احنا شفناها دي كان في مشروع ما فيش فيه بيم، كان ناس شغالة كل واحد في وادي زي ما بيقولوا، بتاع الماتيريال سبميتال بيقدم ماتيريال بسمكات معينة، في حين ان المعماري حاطط سمكات تانية والستراكشرال انجينير قايل ان السمكة السيف للقطاع ده بشكل معين، فدي المشاكل اللي بتحصل لما بنستخدم البيم. الماتيريال كلها بتكون في مكان واحد، الايتمز في مكان واحد، الكونفليكت اللي بيحصل في مكان تقدر تكتشفه. بيجي بتاع الماتيريال سبميتال بيبعت لي المورد انه احنا محتاجين منك داتا شيت للماتيريال سمكتها كذا كذا كذا، الراجل ما عندوش فبعت له الماتيريال الاقل منها او الاكبر منها، فلما اتعمل لها ابلود على الموديل او لما بعتت للبيم تيم علشان يعمل لها ابلود فاكتشف ان في مشكله فراجعت. فنوعا ما دي ميزه البيم في مرحله الديزاين، طبعا في حاجات كتير بس كلاش ديتكشن و الى اخره، الفيجواليزيشن كمان دي نقطه بتكون مهمه جدا في الكونستراكشن فيس. جماعة الكواليتي كنترول بيبقى لهم مجموعة احتياجات علشان يقدروا يحققوا الجودة اللي هتتعمل في المشروع، الجودة المطلوبة في المشروع، فبيبقى محتاج الفاينل فيرجن اوف شوب درونج عشان يقارن عليها والابروفد ماتيريال سبميتال، وبيبقى محتاج انه يبدا يشوف الداتا دي كلها بحيث ان هو يشيك على الحاجه اللي ركبت عنده في المصنع اللي اتصنعت في المصنع او اللي تركبت في الموقع هل هي مطابقه للاعتمادات ام لا. بيتبادر الى الذهن، معرفش حد قبله الموضوع ده ولا لا، انه يجي بتوع الكواليتي احنا عايزين اخر نسخه من الابروفال شوب دروم، وبعدين بتوع الدوكمنت كنترول مش عارفين اخر نسخه اي نسخه، لانه مثلا مشاريع فيها 3 ريفيجن و4 ريفيجن
فاللخبطه حصلت ومحدش عارف انهي نسخه هي الليتست ريفيجن، ما فيش سيستم، الناس شغاله يدوي، فبتفاجئ بالمشاكل دي كلها. فبتبدا تاخد لك 3 4 ايام على ما تعرف فين اخر نسخه اللي تم التصنيع عليها واللي تم شراء البضاعه بريكويرمنت بناء عليها. بتبدا كمان الناس اللي تيجي تركب في الموقع هو محتاج يكون معاه الابروفد درونج عشان يبدا يركب. فكل ما يجي يركب مسمار ايه ده احنا نركب المسمار ده ازاي، فبعدين يرجع لجماعه الديزاين هتقولنا الديتيل بتاعته هتقولنا الديزاين بتاعه. فانا عجبني جدا الكشك البيم اللي المهندس عمر عرضه من كام يوم، المهندس عمر عرضه من كام يوم، انه الداتا كلها متاحه للفورمانز في السايت، لانه تكلفه انه الفورمان يسيب العمال ويروح على الديزاين اوفيس مرتين في اليوم دي تكلفه خرافيه، عشان يروح يجيب منهم الابروفد ديتيل او في ديتيل مش واضحه معاه او هو مش فاهم هيركب ازاي، او يرجع على الكونستراكشن مانجر يقول له انا مش فاهم مش عارف اقرا اللوح او اللوحه ناقصه او الكلام ده كله. التكلفه بتكون تكلفه خرافيه، عندك في عمال واقفين تحت في الموقع ما بيشتغلوش، في فورمانز، في ناس الديزاين تيم وقتهم متعطل عشان يشرحوا له ازاي هيركب، في حين انه لما يكون عنده بيم موديل وبيشوف الحاجه قدامه 3 دي بيقدر يتخيل بشكل كبير هو بيركب ازاي. بالذات يمكن في الكيرتن وولز وفي الفساد بيكون في elements كتير، يعني بيكون في الماليون، بعدين في رابرز معين، بعدين في ازاز، بعدين في رابرز تاني، بعدين في المونيوم، فكل قطعه عليها كود، ولو تبدل الكود القطعه مش هتركب وهيحصل فيلير وهتبقى مشاكل كتير جدا. فالتركيب بياخد حاجات كتير. في ميزه في لما تكون شغال جماعه اللي بتشتغل ببيم، انه احنا عندك في برودكشن، في مصنع، وفي مشتريات بتشتري بضاعه، وفي مصنع بيصنع، وفي جماعه التركيب اللي بيركبوا، وفي جماعه الكيو سي اللي عايزين يشاركوا على الشغل، وفي الكلاينت اللي عايز يتاكد من الحاجه دي هل هي زي ما هو دافع فيها فلوس ولا لا، الاستشاري عايز يشوف هل هو ده الابروفد اللي هو اعطى عليه ابروفال او لا، والديزاينرز عايزين يتاكدوا انه وات هي ديزاين فعلا بيتركب في الموقع. فدي احد يعني احد اهم المزايا في انه يكون عندك موديل واحد في كل الداتا، وتافويد الكونفليكت والمشاكل والدوكيومنتس اللي مش مطابقه لبعضيها. هنتكلم شويه بالتفصيل على الفيسز للكونستراكشن، لان هي دي اخطر مرحله بيكون فيها ان سي ارز كتير، انه الناس اللي بتعمل انجينيرنج وبتنزل فابريكيشن دروينج هي بتتاكد تماما انه دي اكزاكت دايمنشنز وان السبيسيفيكيشن مظبوطه وان هي دي اللوحه اللي بينزلها. طيب ايه دور جماعه الكيو سي او الكواليتي، بيتاكدوا ازاي في الجزئيه دي؟ بيتاكد بانه الماتيريال الابروفد هي اللي نزلت على التصنيع، بيتاكد انه البينت او الفينشينج المطلوب هو ده فعلا اللي نازل على التصنيع، بيتاكد انه الستيل المطلوب جريد A36 هو اللي نزل على التصنيع، مش بالغلط انكتب جريد 552 او whatever الجريد المستخدم. ودي بتحصل مشاكل كتير، انه يجي الشخص اللي بيعمل فابريكيشن مش واضح بالظبط بالنسبه له، فيحط درجه اعلى من المواد ظنا منه انه هو كده بيحمي نفسه ويقول خلاص انا خليني في السيف سايد. نزلت الحاجه على البرودكشن، جماعة البرودكشن الأمور برضو بالنسبة لهم مش واضحة، عايزين يشوفوا المنتج ده شكله عامل ازاي. أحيانا ديتيلة التركيب أو الأسمبلي درونج ما بتكونش واضحة، فلما بيكون معاه 3D موديل بيبدأ يشوف، بيبدأ يفهم، بيبدأ أوكي هي أنا فعلا كده الحاجة دي هتتصنع بالشكل ده وهعمل لها تجميع بالشكل ده. جماعة المستودع بيبقى مرتب أموره وعارف هو حاطط الماتيريال فين بعد ما خلص التصنيع بتاعها، بيحطها في مكان معين في الستورج، بيشوف هل في ستورج ريكويرمنت بعد الماتيريال، اذا اتعمل لها تخزين بشكل معين تخزين خاطئ بتبوظ، يعني كل السلسله دي كانت مظبوطه وبعدين اتحطت بشكل معين غلط في الستور فحصل لها فيلير. لما بيجي في الموديل وهو بيعمل موديلنج فبيضيف عليها الماتيريال سيفتي داتا شيت في الموديل، فلما بتطلع من البرودكشن من المصنع فبيعمل برنت للوحه معاها، مش محتاج ان هو يروح يدور على الماتيريال سيفتي داتا شيت بتاعتها فين، وبتوصل على الستور فبيجي له انه الدليفري لوج
معاها الماتيريال سيفتي، انه خد بالك الماتيريال دي لا الازاز ده لا يتعرض لدرجه حراره فوق ال 25 علشان مدهون بشكل معين وهيبوظ هيفسد الدهان بتاعه. بنوصل لجماعه الانستليشن بيعرفوا كويس هو هيركب الجزء ده فين. دي مثلا من المشاكل الكبيره جدا انه في المشاريع 35 دور و40 دور بيكون عنده 500 باب او 600 باب، ما بيبقاش عارف الباب ده هيركب في انهي دور. اوكي في كودنج سيستم على كل باب محطوط عليه الكود بتاعه، بس احيانا الناس ما بتعرفش تفهم الكود او ما بيقدرش يفهم الكود. فلما بتكون الحاجات نازله انه اوكي الجروب ده في الليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 بيقدر ان هو يركب يودي الحاجه في المكان بتاعها المظبوط، يقدر يركبها صح ويقدر يرتب الانستليشن بلان بتاعته. ما يجيش زي ما كنا بنشوف مثلا يجي يصب الكاميرا وبعدين ايه ده احنا عندنا في بري كاست كولمز هتركب في منطقه جوه فكده الونش مش عارف يدخل. الكيو سي طبعا بيشيكوا على الحاجات دي كلها قبل ما الحاجات تطلع على الكلاينت، وهم اللي بيعملوا الكومبليت سيت اوف دوكيمنت قبل ما تنزل للكلاينت. طيب انا النهارده عايز اعمل كواليتي سيستم في الشركه عندي، وعايز اشوف انه او في المشروع عندي، وعايز اتاكد انه اعمله وطبقه استخدم فيه البيم، او انه انا ازاي استخدم فيه البيم. وانت اوريدي شغال بيم موديلنج في الشركه عندك، فبتبدا تقول الايتيمز اللي انت محتاج لها كواليتي، تبدا تشوف الاتريبيوتس اللي انت محتاجها وانت بتدور على ايه في الكواليتي ليها، وتبدا تضيفها في الموديل، وبعدين تبدا تعملها كومبير. الكيو سي يبدا يعملها كومبير في الموقع، واذا في مشكله فبيعملوا لها ان سي ار، اذا ما فيش خلاص بيسلموها للكلاينت. اذا في مشكله الان سي ار بيتعدل، والان سي ار هو نون كونفورمانس ريبورت. ده مثال للتشيك ليست العاديه اللي هو عايزين نشيك على حاجه، فبنكتب مين اللي عمل لها التشيك ليست، اللوكيشن بتاعها فين او الكود بتاعها. طبعا دي حاجات كلها بتتعبى يدوي، فمعدل الاخطاء وارد، الورقه ممكن تضيع اصلا. يعني في حاجات كتير ممكن ما تبقاش ظاهره، دي برضه نفس التشيك ليست. طيب انا النهارده جيت عايز اطبق في الموديل بتاعي، ودي تجربه احنا بنشتغل عليها في احد المشاريع هنا في الرياض، ويمكن ان شاء الله بعد فتره بس النتائج تطلع ونشوف وصلنا لفين، بنبدا نشير معاكم اللي احنا وصلنا له. باجي في البروبريتيز بتاعت كل اليمنت، وببدا اضيف له تكست في الاتريبيوتس بتاعت الفاميلي او بتاعت الايتم، وابدا اضيف له تكست ايه اللي انا عايز اشيك عليه. يعني الوول مثلا عندي فيه جدار خرسانه عايز اشيك عليه، طيب ايه الحاجات اللي انت بتشيك عليها؟ اتفقوا على انه انا محتاج اشيك على الاكس والواي، انه اللوكيشن بتاعه في مكانه مظبوط، انه هو في الفلور الثالث الرابع وات ايفر، انه مظبوط البينت بتاعه مظبوط، في فيوري بارز محطوطه فيه، وبيحط طبعا التاريخ عشان يكتب التاريخ بتاع التشيك، وبياخد صوره او بيحط رقم الصوره يقول والله الصوره دي رقمها كذا محفوظه اللوكيشن بتاعها على السيرفر، وبيبدا ياخد الداتا دي ويبدا يعملها اتاتش للموديل. فانا بفتح الموديل، بيجي جماعه الكيو سي بيفتحوا الموديل، بيشوف هو النهارده ركبنا الجدار الخرساني اللي هو ده رقمه، فيبدا يشوف ايه الاتريبيوتس اللي هو مطلوب يشيك عليها. طبعا في الحاله اللي احنا بنطبقها وبنسعى لتطبيقها انه هنحط كل الاليمنتس المطلوبه النيسيسري اليمنتس. طبعا في حاجات ممكن تبقى اوفر ديو ملهاش لازمه، بس هنحاول نحط كل الحاجات اللي هي المطلوبه، بتحطها له في الفاميلي، بيبدا هو بيشيك عليها. احنا محتاجين الاليمنت الجدار الخرساني ده او الجدار الخرساني ده، فبيبدا ينزل يطبع الحاجه بتاعته، وبيبدا ينزل تحت ياخد الصوره. طبعا بيستخدم ال 360 ويبدا ياخد الصوره بتاعته ويعبي الشارت بتاعته ويعمل برنت للريبورت اكسبورت مانيوال حاليا، انه بيعمل اكسبورت مانيوال وبيحط الصور بيرفق مع الصور، وده بيبقى الكيو سي ريبورت بتاعه. بدل ما كان الاول كيو سي ريبورت انت مش عارف بالظبط المكان ده فين مكانه، ايه المشاكل اللي حصلت عندك، ما تقدرش تعمل اناليسز للداتا. الاهم من الكوليكشن اوف داتا، دي كده مرحله الكوليكشن اوف داتا، الاهم منها ان انا ازاي اعمل اناليسز للداتا.
لما بتكون سوفت وير انت بتقدر تشوف الشيفتنج اللي حصل في الاكس جريد اكسل شيت، وبتقدر انك تعمل منه فلترينج، تقدر تشوف في الواي جريد اللي في البينت، تقدر تحدد لما يكون عندي في الفلور الثالث في عندي 6 حيطان البينت بتاعهم اترفض، فانا اصبح عندي مشكله في الطقم اللي شغال في الدور رقم 3. الموضوع ده كنت بتوصله مانوال، كنا بنوصله مانوال، بس مع ضغط المشاريع والوقت المطلوب للانجاز وعدد الكواليتي تيم قليل، مش كتير، مش هيقدر انه يعمل الاناليسيس ده كله ويبعته لمدير المشروع. في حين لما بتكون على السوفت وير، لما بتكون على السوفت وير بتقدر تعمل لها فلتر بسهوله، او حتى يقدر، مش لازم الكواليتي تيم، يقدر مدير المشروع، مهندس المشروع او المهندس المسؤول عن الايتم ده ان هو بنفسه اللي يطلع الريبر. بعدين في الهاند اوفر فيس بتقدر انه تطلع كومبليت سيت اوف دروينج، الاسبلت بتاعتك تطلع مظبوطه ما يطلعش فيها مشاكل. بتقدر ان انت تجين كلاينت اكسبتنس بشكل اسرع. زي ما قلت حضراتكم التجربه دي شغالين عليها حاليا، هي في طور التطوير يعني، واحنا بنشير معاكم ان شاء الله وصلنا لفين، ايه البنفيتس بتاعتها، المعوقات اللي قابلتنا في الموقع. طبعا في معوقات كتير، انه الناس مش متعوده على البيم، الستاف اصلا بتاع الكيو سي مش فاهم يعني ايه انه يفتح موديل ويدخل يشوف اللوحه اللي عليه، يعني في معوقات كتير جدا فاينانشال لسه يعني. فبنشوف ان شاء الله، بنشير معاكم ايه اللي بنوصل له وبس. دي ريفرنسز اللي في المشروع. دلوقتي بنسال سؤال، انه من وجهة نظرة حضراتكم ايه الطريقة الامثل انه achieve required quality in your project او في اي project using BIM technology؟ وبنفتح الميكروفون بعد اذنك مهندس عمر للناس، بحيث انه نستفيد يعني، اكيد في حد عنده افكار احسن كتير من اللي احنا قلناها، فنستفيد من الموضوع ده. لو احد عايز بس يعمل رأس هند، لا هذا عايز يعمل مشاركة بس يعني رأس هند. وأعتقد الناس مستنية آخر المحاضرة. طب في حد عنده أسئلة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك باشمهندس، وجزاك الله خير على المحاضرة الممتعة دي. ربنا يخليك يا باشمهندس، جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا رب. مش عارف، انا حاسس شويه الموضوع لو قدرنا نفصله بين كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول، انا عندي وجهه نظر ممكن حضرتك تصلح لي لو انا غلطان فيها. انا شايف ان ممكن نستفيد من البيم، او ان احنا نسجل التشيك ليست اللي حضرتك وضحتها لنا على برنامج من برامج البيم، علشان يقدر مهندس الكيو سي او الكيو اي يرجع لها، تكون اقرب لعمليات الكواليتي اشورنس. ازاي اقدر احقق او اكد الجوده في المشروع من كونها تساعدني في ان انا اقدر اعمل كواليتي كنترول. ان الكواليتي اشورنس هو يعتبر بريفنتيف اكشن، والكواليتي كنترول هو يعتبر كوركتيف اكشن، او ان انا بحاول الحق حاجه بدا يحصل فيها ديفيشن عن الجوده. فهل انا محق في اللي انا بقوله ان احنا نقدر نستخدم موضوع الكواليتي اشورنس اكتر من استخدامه في الكواليتي كنترول؟ هي الكواليتي اشورنس زي ما حضرتك تفضلت، ان هي احنا نلحق الكواليتي اشورنس بتهتم شويه بالبروسيسز بتاعت الشغل، انه احنا عايزين ننتج هذا المنتج بطريقه سليمه مطابقه للمواصفات وبجوده جيده، فيجب ان نتبع الخطوات 1 2 3 4 5 سنصل الى جوده سليمه خاليه من الاخطاء. فزي ما حضرتك قلت ان هي بريفنتيف، فمجموعه الخطوات دي الكواليتي اشورنس هو انه اشور انه الناس بتتبع الخطوات دي. فزي ما حضرتك تفضلت، انا مثلا عندي في ستيل تيوب بشكل معين،
ف لما هكون في الكواليتي اشورنس في مرحله الديزاين هتاكد بانه الاستراكشر اناليسز اتبع مجموعه من الخطوات علشان يوصل للديزاين بتاعها، وانه في مرحله الفابريكيشن او في مرحله المشتريات هو اتبع مجموعه من الخطوات اللي هي انه فحص الماتيريال سبميتال، جاب 3 عروض اسعار، كل الخطوات المطلوبه. في مرحله التصنيع كذلك انه هو اخذ نفس الجريد المظبوطه، كل الحركات اللي بتتاخذ في التصنيع دي بتهتم بيها الكواليتي اشورنس. يعني شويه هو ممكن تكون زي ماتيريال سيفتي داتا شيت، زي ما بيعملوا اتاتش للام اس دي اس في الموديل، انه يعملوا اتاتش للبروسيسز المطلوبه للانتاج. تمام. يعني فعلا ممكن يعملوا اتاتش للخطوات المطلوبه عشان تعمل العمود الحيطه اللي احنا كنا قلنا ان هي بيحصل فيها مشكله في الدهان دي، انه رقم 1 صنفر، رقم 2 مش عارف ايه، رقم 3 كذا، رقم 4 كذا. انه الحاجات دي انت لازم تعملها في النهايه تحصل على على منتج سليم. تمام، شكرا ليك يا باشمهندس. عفوا، ربنا يخليك. هل في احد عنده اسئله؟ مهندس طارق بيقول لحضرتك اظن المشكله في فهم المطلوب والتنفيذ بطريقه العمل وما فيش متابعه والتنفيذ. يمكن المهندس خالد كان يقصد الصوره اللي هي اللي احنا كنا جايبينها بتاعت الصوره ديت، مش عارف المهندس خالد سمعنا. بالضبط. تمام. هي المشكله انه لازم تندرس الاسباب. يعني هو الشارت دي بتدي علامه انه خدوا بالكم يا اصحاب القرار في مشكله في الديزاين تيم او في الشوب دروينج، فمطلوب ان المشكله دي تندرس، تشاف ايه الاسباب بتاعتها. زي ما قلت حضرتك، مشكله انه الاستراكشرال غير الاركتكشرال غير السايت، الحاجه اللي هتركب في السايت بيكون فيها جزء قلة خبرة، فيها جزء تاني ضغط ان الناس عايزة الحاجة تخلص خلال 10 ايام، فالناس مطالبة ان هي تخلص خلال 10 ايام، فما بيلحقش انه ياخد وقته في التفكير او ملحقش ياخد وقته في ان هو يدي الشغل حقه. مفيش متابعة وتنفيذ. ممكن مفيش متابعة انه السينيور بتاعه ما بيتابعش وراه بالظبط. كل الاسباب دي مطروحة. الاستشاري بيتعنت مع الناس. يعني هنالك اسباب عده، عشان كده لازم تعمل روت انا روت كوز اناليسيس، انه ايه الاسباب بتاعت المشكله دي عشان نقدر نحلها. طيب، تسأل برضو ازاي اربط بين الكواليتي كنترول والسمارت سيستم للمباني بحيث تكون مقياس فعلي لكفاءة كل عنصر استخدمه، لان كفاءة الانظمة دي بتكون اكثر من مضاعفة تقريبا. طيب، مهندس محمد رمضان، ازاي تربط بين الكواليتي كنترول للمباني والسمارت سيستم؟ السمارت سيستم حضرتك تقصدها البيم مثلا، او انه يعمل الابديت للداتا على الموديل. طبعا هي التكلفه بتاعتها تكلفه عاليه، تكلفه استخدام البيم نفسها. في خلينا نقول ان هي بتبقى فيسز، يعني مثلا شركه اول مره تستخدم البيم واول مره تعمل كواليتي للبيم، فبيدخلوا في حجم الديتيلز انه هيقعد يعمل ابديت لكل الاكزيستنج تشيك ليست. كان الناس كان عندها سيستم وشغالين بيه سيستم ورقي، فعشان يعمل له ابديت على السيستم، زائد ان كل مشروع هيعمله بشكل معين الكواليتي الريكوايرد تشيك ليست بتاعته.
تختلف من مشروع لمشروع. طبعا هي غالبا الحاجات دي في المشاريع الكبيره بتكون بتفضل لان الكوست بتبقى ريكفرد او انه الكوست كان بي كفرد، لكن في المشاريع الصغيره بيت وفيلا وعماره الموضوع بيكون شويه مكلف في الوضع الحالي. الشركه اللي بتطبقه اول مره، بس انا عايز اعمل شاشه في شارت، ثانية واحدة بعد إذنك. مش عارف الشاشة ظاهرة كده يا باشمهندس، في تشارت انه دي الاكزيستنج كوست للشركة اللي هي بتصرفها على الكواليتي. بعدين هم قرروا ان هم يستثمروا في البيم او انه يستخدموا ال سمارت سيستمز، فبيكون عنده في الاول الكوست بتاعنا اللي هي الدايركت كوست لل امبلمنتيشن، انه هيجيب مهندس خبير وهيجيب اجهزه جديده وهيجيب سوفت وير لايسنسز وهيعمل تيست وهيجرب وهيحصل عنده مشاكل ومره واثنين وثلاثه والى ذلك. بعدين واحده واحده التكلفه دي بتبدا تنزل لانه المهندسين اللي عنده اكتسبوا خبرات، ما عادش عامل هايرنج لستاف كامل جديد، الناس اللي عنده بدات تكتسب خبره وبداوا ياخدوا خبره مع الزمن، واحده واحده بيبدا يرجع لنقطه التعادل اللي هو كان بيصرفها على الكواليتي قبل ما يبدا. هنا دي بيفور وبعدين هنا افتر، هتبدا النقطه هتبدا ترجع تقل من تاني لان هو مع الوقت الناس اتعودت، الناس اخذت وترجع النقطه تثبت، الكوست بتاعته تثبت. فعلى المدى الطويل بتختلف من شركه لشركه، يعني على حسب حجم الشركه، على حسب حجم الشغل، على حسب الليفلز اللي هم عايزين يوصلوا لها. دي الدايركت كوست دي الناس كلها بتخاف منها. لكن على النقيض على الناحيه الثانيه، لما يكون عنده هو ماشي بالطريقه العاديه وشغالين احنا بنعمل لوح غلط وشغالين بنطلع فابريكيشن غلط والبضاعه بتيجي الموقع غير المطلوبه، فالكوست عنده اللي بيصرف على الكواليتي هي نفس الناس ونفس كل حاجه بيعينها، لكن عنده اللوسز اللي في المشروع دي الكوست بتاعت اللوسز اللي في المشروع هتفضل عنده مستمره لان هو ما بيتغلبش على الاخطاء اللي عنده، ما بيشوفش انا فين الجاب اللي عندي وابدا اتغلب عليه. فالموضوع مكلف في البدايه مكلف، بس بعد فتره من الزمن اللي هي بعد الفتره دي هتبقى بالنسبه له ارخص بكتير. فاتمنى ان النقطه دي تكون واضحه لحضرتك يا باشمهندس محمد. الله يكرمك. في سؤال، ممكن عمل خطه او اجتماعات دوريه مع مهندس التنفيذ لتوضيح معايير الجوده المطلوبه لكل بند قبل التنفيذ؟ اكيد طبعا لازم، مش بس التنفيذ، لازم الديزاين، لازم الناس اللي هتشتغل في الديزاين قبل ما هنشتغل ونروح نعمل تصميم لجزء معين في المبنى، لازم نقعد نشوف احنا هنعمله ازاي وهنوصل لفين وايه المطلوب من العميل. مشاركة الافكار يعني دايما بيكون في حد يعرف اكتر منك، من الشخص اللي هو اللي هيشتغل الشغلانة. يعني مثلا لو انا هشتغل في شغلانه اكس، فانا معايا من زمايلي 5 6، فاكيد فيهم واحد يعرف اكتر مني، ممكن كلهم يعرفوا اكتر مني، فلازم استغلهم واستفيد من المعلومات اللي عندهم. فلازم صح، لازم يكون في خطه دوريه، احنا هنعمل الحاجه دي، طب ايه المطلوب؟ مطلوب ال او دي 300 400، مطلوب اكس، مطلوب زد. لازم الواحد يبقى عارف كويس قوي هو رايح فين قبل ما يبدا يشتغل عشان يقدر يوصل للنتيجه بتاعته. المهندس جواد بيسال انه المنفذ يجب ان يعرف المطلوب في الكيو اي والكيو سي. الشخص اللي هينفذ لازم يبقى عارف كويس ايه هو. يمكن انا بس مش فاهم السؤال شويه، بعد اذنك مهندس جواد. اذا مهندس عمر، اذا بس نفتح له السبيكر بعد اذنك. مهندس جواد، اذا حضرتك تقدر تشاركنا لانه يمكن انا ما فهمتش السؤال اللي حضرتك تقصده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باشمهندس. شكرا جزيلا باشمهندس على المعلومات القيمة، وشكرا للمهندس عمر على المجهود المميز. والسؤال انه الفكرة اللي طرحها مهندس عمر جميلة جدا، انه يكون كل كادر العمل بما فيهم المنفذ يعرف المطلوب منه بال من الشخص اللي يقوم بعملية التقييم والتشيك على الأعمال، حتى بالتالي يكون يعرف المطلوب منه تماما ويقوم بالعمل مطابق لما يريد من يمه. فهذا كان سؤال من المنفذ، يعني يجب أن يعرف يطلع على معلومات اللي يطلبها من يمه مهندس السيطرة، أو يكون غافل عنها بحيث يجي التنفيذ بعدين بدون ما يكون عنده معلومة. شكرا جزيلا. لا بكل تأكيد طبعا هو لازم يكون عارف إيه المطلوب منه، لازم يكون عارف هو بالذات المهندس المنفذ، هو لازم يكون اكتر واحد، هو لازم يكون يعرف اكتر من الكيو سي، ان هو اللي بينفذ بايده، هو اللي بيحط البلان بتاعه التنفيذ، هو اللي هيقول انا هنفذ العمود ده بشكل معين. فالكيو سي جايب له يقول له ان البروسيس اللي عاملها جماعه الكواليتي اشورنس بتقول ان انا العمود ده هنفذه بالطريقه 1 2 3. فممكن يكون هو مهندس خبير يقول لا، الطريقه اللي انتم بتتبعوها دي فيها اخطاء بشكل معين ومحتاجه تتعدل، تبقى كذا. فمش مجرد ان هو بيمشي على التمبلت المحطوط، ان التمبلت دي في النهايه حطها مهندسين سابقين وقالوا ان العمود ده عشان يتنفذ مطلوب 1 2 3 4. هو قال لا، انا في بروسيس معين هشيلها او في حاجه تانية هضيفها عشان نزود الكواليتي، فيبداوا يقعدوا مع بعض. فاه لازم هو يكون عارف المطلوب منه في الكيو سي ويكون فاهمه كويس جدا، ان هو اللي هيتحاسب عليه في الاخر. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. شكرا باشمهندس. الله يكرمك، جزاكم الله كل خير باشمهندس محمد على المحاضره الممتعه ديت، وربنا يعرفك بخيرتك. المهندس محمد اشرف مشكورا، نزل الورقه بحيث الناس تسجل اسمها والايميل عشان الشهاده وكده. ان شاء الله باذن الله المحاضرات في الاسبوع بتاع المحاضرات بتاعت البيم ممتع يعني، فان شاء الله تتابعوها باذن الله. وجزاكم الله خير، معلش سهرناك بقى معانا النهارده. ايه؟ سهرناك معانا يا استاذ. بنام بدري. لا بقيت بسهر والله، تعبت بسهر. كان زمان الواحد بينام الساعه 8 بالنهار، بس يلا ما يسهر. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.